إذا للوقوف على تطورات الوضع الاقتصادي في العراق، لا سيما بعد أن أوعزت الحكومة للبنك المركزي بعدم صرف الرواتب للأشهر القادمة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح اللو. دكتور صباح، مرحبا بكم. يعني البنك المركزي صرح بأن المالية أوعزت بعدم صرف الرواتب لهذا الشهر، شهر آب والأشهر اللاحقة، إلا بعد موافقتها. السؤال هنا دكتور، هل بالفعل الوضع كارثي في العراق كما تقول المنظمات الدولية؟ حقيقة الوضع المالي والاقتصادي بالعراق يعيش حالة من حالة الانعاش الذي يتطلب اتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف كل شكل من أشكال الهدر وسرقة المال العام والفساد. وهذا يتطلب حقيقة من الحكومة العراقية مواقف جريئة، ولكن حقيقة الحكومة العراقية أو الحكومات السابقة لا تمتلك تلك الإمكانية في اتخاذ برنامج ووضع برنامج حقيقي لإيقاف كل شكل من أشكال الهدر والسرقة للمال العام الذي أوصلت الأمور إلى هذا الحد، خصوصا ما سببته كورونا في انخفاض أسعار النفط وانخفضت الإيرادات بشكل كبير جدا. وتحول العراق إلى بلد ريعي 100%. سابقا كان يقولون 80-90، حاليا أصبح 100% بسبب توقف عمليات التطوير الزراعي والصناعي والخدمي والاستثماري. ولذلك الوضع الأمني أيضا بالتزامن مع الأزمة المالية لا يسمح بوجود أي شكل من أشكال الاستثمارات المستقبلية أن تدخل العراق وتستطيع أن تنهض بالاقتصاد حقيقة العراقي. لكن دكتور صباح، يعني منذ أيام صرحت الحكومة بأن مخصصات الرواتب جاهزة وأيضا ستوزع على الوزارات، كيف يمكن أن نفهم هذا التضارب في المواقف وفي التصريحات من لدن الحكومة؟ حقيقة أنا أيضا تابعت هذا الموضوع، واتضح لنا أن الإيرادات ما زال لغاية الآن لم تدخل الخزانة العراقية بشكل يسمح لها أن تصرح هكذا تصاريح، خصوصا لنهاية العام. ولذلك حاليا نحن نعيش على الإيرادات الشهرية التي تأتي من عمليات تصدير النفط وبيعه، وبنفس الوقت احتمالات التأخير في الصندوق النفطي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية، وعمليات الإفراج عن هذه الأموال مرتبط بشكل كبير جدا بطبيعة العلاقة العراقية الأمريكية مع عمليات الصراع الأمريكي الإيراني ودور إيران في عمليات التخريب الاقتصادي الجارية منذ 2003 ولغاية اليوم. طيب دكتور صباح، الحكومة تبرر بأن يعني تردي الوضع الاقتصادي في العراق هو بسبب انخفاض أسعار النفط. ما أثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الاقتصادي في العراق المتردي أصلا منذ ما يقرب من 17 عاما؟ حقيقة ليس كذلك. ليس عملية انخفاض أسعار النفط هي التي سببت هذه الأزمة المالية، وإنما تراكم الإيرادات العالي أثناء ارتفاع أسعار النفط، ولم تستثمر هذه الأموال بل تركت لحالة السرقة وعمليات الهدر وعمليات التسليح لمختلف أنواع الفصائل المسلحة أو عمليات إنقاذ بعض الأنظمة كسوريا وغيرها حقيقة، وهذا كان على حساب الشعب العراقي. ولذلك حاليا نحن في أزمة مالية بسبب عدم وجود إيرادات حقيقية بالدينار العراقي من الضرائب والمعابر الحدودية والموانئ والجمارك وكل أشكال الأملاك الخاصة بالدولة. ولذلك مسيطرة عليها جهات حزبية ومسلحة تعمل على الاستفادة من هذه الإيرادات في تقوية أنفسها بعيدا عن مسألة جمعها
ووضعها في الموازنات التشغيلية سواء أو الاستثمارية أو غيرها بالعراق. طيب. ولذلك العراق قادم على أزمات مالية خانقة بحيث الأشهر القادمة، خصوصا إذا جاءت الموجة الثانية لكورونا سيؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط ثانية، ولذلك نلاحظ حتى انخفض الإيرادات، ولذلك يسوء حال المرتبات وعدم تمكن الدولة من الإيفاء. طيب دكتور بعجالة لو سمحتم، ما هي الحلول المتاحة أمام الحكومة الحالية في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خاصة في شهر آب والأشهر اللاحقة؟ أول جانب سريع جدا أنها تضع يدها على إيرادات الضرائب، إيقاف عمليات بيع العملة، وهذه إجراءات تستطيع الحكومة أن تتخذها. بنفس الوقت إيرادات الحدود والمعابر الحدودية والموانئ والمطارات وغيرها، بنفس الوقت توقف مرتبات الفضائيين التي تعلم بها منذ حكومة السيد حيدر العبادي، سواء في حكومة بغداد أو حكومة الإقليم. حقيقة هذا يعطي الإمكانية لتوفير إيرادات تستطيع الحكومة الإيفاء بدفع المرتبات. من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صباح علو، شكرا جزيلا لكم.